علي رئيس المركز شنو حكى ابروبو دو سمير فرياني؟ انا سمير فرياني وقت اللي خرج من الوزاره الاولى بعد ما قابل وزير سيد محمد عبدو وبجنب الاعتصام نتاع النقابه الاساسيه، رئيس المركز قال سمير فريني وقت اللي خرج وقف بحده ما عندوش الحق يوقف غادي خاطر يوقف يشوه في معناه يشوش على اعتصام النقابه اللي بجنبه، وعلى اساس انه سمير فريني كان نورمالمون يمشي لاي بلاصه اخرى، وقال لك نورمالمون يمشي لبلاصه اخرى يمشي يحكي شنو صار. وسمير فريني هو على اساس سمير فريني يحب يرد روحه بطل، واللي سمير فريني هو القائد وهو درا شنو يحب يرد روحه هكا، وهو نورمالمون في وزارة الداخلية القانون الاساسي ما يسمح لهمش ولا هكا الاعراف اللي عندهم في الداخلية ما يكونوش ابطال، ما يسموش كل ابطال، وعلى اساس سمير فريني هو اللي يحب يركب ويحب يكون بطل. زكريا كان واقف معانا كيما من اول ما جاء واقف معانا عادي، صاير الاعتصام نتاع النقابة واللي الناس كل تصور والصحافة الكل موجودة، هز روحو زكريا مشي يشري جازوزة، ما رانا كنا واقفين بحدا شكون؟ واقفين مع سمير فرياني، ما رانا نسمع في صوت زكريا يعيط، تلفتنا لقينا واحد لاويلو ايدو واحد لابس سيفيل زاد مش ظاهر عليه لا بوليس لا حتى شيء، لاويلو ايدو ماشي، كي مشينا الناس الكل بحدا هو سايبو ومشى ساعة هذاك، ومن بعد كهو تفضلت الحكاية ورجع معنا زكريا، ما رانا اللي يجي بوليسي بوليسي آخر ومعاه واحد سيفيل طلع هو رئيس المركز من بعد. وجبته معايا عمل له بطاقة تعريفك وتليفونك عند البوليسية، هاي امشي فض حكايتك معاهم. بعد لفت يعمل سألته معايا إيمان، سألته قال له شو عمل معليش تشده، قال من الصباح يعمل في شوشرة وهو وقف مع سمير الفرياني وهو درا شنو معناه من الآخر الوقفة مع سمير الفرياني في القصبة ولد تهمة يتحاسب عليها الواحد معناك زكا كان ممكن كما كان زكريا تشد كان نجم تشد أي واحد آخر فينا خاطر تهمة شنو إنه واقف مع سمير الفرياني. كيس كي سي باسي اليوم؟ احنا واقفين مع سمير فرياني نسالوا فيه شنو اجرى له اليوم، علاش توقف على الخدمه، علاش باش تعدى على مجلس الشرف، مجلس الشرف اتسيتيرا. نسمعوا في وزكريا كان واقف معانا، معانا طارق صاحبنا مشى هو وزكريا قالوا باش يشيروا دابو زكوك، نسمعوا فيه كان يعيط يا رمزي يا رمزي يا رمزي، عياط نتاع كيلكان كي تروماتيزي معناتها خايف، تفجعنا وخفنا درني له الكل مشينا له نلقاو زكريا دايرين بيه جماعه واحد لويلو يدو هكا وهزو تو دانكو سايبو سي سا زكريا سكي سي باسي هزك وبعد سايبك ورجعنا بعد عاود واحد اخر جاي هزك وقتها مش واحد دارو برشا دارو برشا وقال قال انا كلفي قولوا سايب علاش تهزو مش تهزو ما عمل شيء قال لي انت شكونك انت شكونك انت محامي قلت له مش محامي انا خويا خويا قال لي خوك هات بطاقة تعريفك مشي ويجي امشي معاه وقت اللي حطوا لك المنات حطوا لي المنات من بعد انا كي نمشي معاه نمشي معاهم هكا وكل شيء نزلوا يضربوا درا شنيا وكل شيء هزينو انت غير مجرم اي ليه خش خش عليه درا شنو عملت قتلت عبد ولا ما فهمتش معناها توت سيت فيولونس معناها اونكور اونكور معناها ديما نفس الحكايه معناها هنا حاسلو هكيك وكل شيء ونعيط معني نعيط رمزي نعيط يمين وكل شيء من بعد قعدوا كل يضربوا هكيا وكل شيء ويشوتوا وكل جيني واحد هكيا قالوا سايبو سايبو جي هكيا حط لي المنوت معني بوك جو نبويس بلو مديفوندر اون فيت حط لي المنوت هكيا حط لي معني بس على الضفر شدني هكيا هزني من السروال بتاعي وقال وكمل هكيا هكيا رابر باسور وسبان وكل شيء هكا تعمل في الزميله بتعرف ويضرب هكيا وكل زميل هذا ما جسمه ما هو عندي شهر معنا في المطار وقت من الجماعة اللي ضربوني في المطار أنا والمغاربة هذه أكثر واحد ضرب نهار في المطار أكثر واحد أكثر واحد المغاربة معناها كيفاش عمل لهم المغربي معناها راسه على التواليت يبدا يشوط فيه هكا بسيرة معناها جيماجيني با كو لو سون معناها عبد تضرب بوني سا فوزي معناها دي جي اوسي بويسون معناها التواليت كلها معناها بالدم نتاع المغربي هذاك هبطلو هكا بسيفو على راسه ويشوط فيه وكل شيء هذايا معناها اليوم لقيتو غاديكا معناها قعد لي في ال مع نقابة الاعتصام يحبوا على قانون يحبوا على قانون باش يحميهم في وهما يخدموا في خدمتهم هو قعد غاديكا وكل الامن قعد غاديكا وكل شيء قال هو الاخر قال باش كثر سرقة البورتابلوات وحنا ما نجموش نعملوا شيء حاسين هو قعد غاديكا
قال لي يغزل لي هكا دو مع اصحابه وكل شيء يغزل لي هكا يضحك عرفت انا جوست معناها الضحكه هذيك كيفاش تمنيك معناها وكل شيء هذيك الميميز اوغ دو مواه جبت تليفوني معناها ومشيت هكا قلت اه نورمال تو معناها كومون تي اوز معناها تو انت ضربتي وضربتي مغاربه وكل شيء في المطار وتو تجي معناها وتحب زعما زعما وليد شريف وليد تحب تطالب وعندك حقوق وكل شيء انت نورمال معناها راك في الحبس معناها معناها تبداوني معناها هكاك بون ما الى غيان فيه معناها وقتها وكل شيء قعد هكا يضحك كنت تعملي عامله معناها هاي بعد هز روحه هكا ريتو مشي حكي مع بوليسيه اخرين معناها تاع المركز تاع القصبه وكل شيء قالوا لي راهو تاع المركز تاع القصبه وكل شيء جبت تليفوني مديته للطفل معناها اللي حضرنا شو اسمه تاعك قلت له راهو بيانتو باش يهزوني فهمت هاك حضر روحك هاك هز التليفون خليها عندك معناها ومن بعد بون ابخي اون اور حاجه هكا معناها خاطر كنا نحن في برشا بلاصه فيها برشا عباد ماشي وش كي مشيت انا للحماس غاديك شدوني شدوني غاديك قالوا لي بطاقه تعريف شنو هاي باش تبعنا للمركز انا معناها جو سافي تري بيان معناها باش يهزوني غاديك باش يشعلوا فيا ضرب معناها كي العاده نفس الحكايه وكل شيء ليه ان فيت جي كوبيري او ديبي باش حتى لي نخلط النيفو نتاعكم نتوما نتاع النيفو نتاع رمزي وكل شيء قلت نستنى نخلط غاديك نبدا نعيط لهم على الاقل حتى كنت شديد العباد تعرف اللي انا شديد معناها سي سا معناها حتى ما يا سيدي حتى مت ولا اون سون فو معناها شنو صار لي على الاقل شونج كيك سوز معناها مش شديد هكاك وغبرت معناها ما عادش يعرفوا عليا شنو في حسن ومن بعد عاد كي شفت معناها كيفاش الفازة معناها كيفاش بداوا معناها جاو داروا بيا من بعد وهزوني وحطوا لي منوت وكملوا يضربوا معناها كل شيء من بعد دخلوني المركز هكا المركز حاسينه كله مع البوليسيه كله باللكحه كله السال معناها تاع الدخله هذيك كلها مع باللكحه حطوني هكا مع الحيط دزوني مع الحيط وانا بالمنوت وبداوا دخلوا معناها دخلوا عطوني سيغي معناها نتاع التبويت هكا العباد الكل تحب تدس في بعض هكا تحب تضرب معناها فهمتش معناها سي اون اتراكسيون ولا ما فهمت ما فهمتيش معناها الحكايه هذه الطم ما فهمتش علاش يحبوا يضربوا العبيد علاش معناها ما جي ريان في لا سبيتهم لا ضربتهم لا حد شيء علاش هكاك يحبوا يضربوا بعد جي واحد هكا دخلني للوحده للبيرو نتاع البيرو نتاع اللي يعملوا فيه البحث وكل شيء بون غاديك معناها هوزمون معناها جي سو كومون رياجير معناها ما عملتش كي المره الاخرى معناها بديت نبكي لهم لا لحلح بيهم لا حد شيء معناها عملت روحي كلي سور دو موا معناها قلت لهم معناها توا انتوما تحبوا تعملوا شنو كل راني انا استانست معناها توا سي با لا بروميير فوا لوتر فوا معناها سيتي 50 كليك معناها يضربوا فيا وكل دونك ما كنتش تعملوا حاجه اكثر من هكا اما جوست حاجه برك كان تحب تضربني برا حل الانترنت واكتب زكريا بوغيره معناها ومن بعد معناها كي باش تشوف الحكايه وتعرف معناها اللي فما منظمات وفما معناها حتى البرلمان الاوروبي وكل شيء وميدياتيزاسيون وصلت لها الحكايه تحب تكمل تضرب معناها تو مي تون افنيغ اون جو كمل اضربك على روحك وبيان سور قسمتهم بين بعضهم شديت زوز بوليسيه قلت لهم انت نعرفك انت ما ضربتنيش هاوك صاحبك هاوك ضربني انت ما ضربتنيش كان لي جوست بور كري اون ديفيزيون انتر باش ما يبداوش فودي باش ما يبداوش يتكتلوا عليه معناها انكور اي سا فونكسيوني معناها كوم تاكتيك معناها كي كان خاف هذيك اللي لبس كحله خرجنا لبرا قال ما عملوا حتى شيء ودرا شنو يحكي معانا جه الاخر هذاك دردوري في لعبه البون موفيك اي شنو قال رئيس المنطقه نتاع باب السويطه على وقت اللي جيت تستفسر انت علاش وقف وزكي. قال خاطرو من الصباح يعمل في المشاكل وواقف مع سمير فريان اي ما هو هذاك غاديك شنو التهمه نتاعي التهمه نتاعي نتبع في الزعيم الجديد اللي هو سمير فرياني معناها ما عنديش الحق نتبعه حاسيلو معناها نمبورت كوا معناها